أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم من هاي الغابة الجميلة من غابات برقش في الريف الجنوبي الشرقي باللواء الكورة، نرحب بكم في هذا اليوم الجميل ونقدم لكم موجز عن هذه الغابة الجميلة الواعدة. إنها غابة برقش بكل ما تحمله من جمال طبيعي. هذه الغابة التي تعج بالحياة، أشجار البلوط والملول والسنديان والجيجب والقطلب والعبهر. تتراءى أمامي الآن المسارات الواعدة في هذا الدرب. طبعا بالأفق منطقة هضبة الجولان السورية المحتلة ومنطقة جنوب لبنان وأصبع الجليل. ندعوكم إلى زيارة غابة برقش في الريف الجنوبي الشرقي من لواء الكورة بمحافظة إربد.